مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في حوارنا لهذا اليوم، ونرحب بالدكتور علي حيدر وزير المصالحة الوطنية. اهلا ومرحبا بك وزير، ومساء الخير. لك ولفريق العمل ولمشاهدينا الكرام تحية سوريا، التحية التي اعتدنا عليها دائما. بكل تأكيد تحية سوريا دائما. سيادة الوزير، اليوم أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في المؤتمر الصحفي الذي عقد أننا سنصر في حال انعقاد المؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف على وقف العنف والإرهاب، وأكد أننا نريد بناء شراكة من أجل مستقبل سوريا، وأن بعد معركة القصير شعرنا أن ما حققه الجيش العربي السوري عملا استراتيجيا، لأن رد الفعل من قبل الدول التي تأمرت على سوريا أشعرنا بأهمية هذه المعركة، وأن ما تقرر في الدوحة خطير لأنه يهدف إلى إطالة أمد الأزمة. ما الجديد الذي أتى هذا المؤتمر، وما أهمية التوقيت والتأكيد على أننا يعني سائرون باتجاه النصر لا محالة؟ طبعا ما أعلنه السيد وزير الخارجية الأستاذ وليد المعلم اليوم كان لتأكيد المؤكد بالنسبة للقيادة السورية، السياسة السورية التي ميزت بين مؤتمر دولي لتثبيت برنامج حل السياسي وفق الرؤية السورية والتأكيد على أن وقف العنف هو الخطوة الأساسية للانطلاق منه على أرض للحوار الوطني السوري، نعم، الذي هو سوري سوري بكل الأحوال، لإنتاج حل سياسي للأزمة السورية، وبين الرؤية الغربية المعتدية على سوريا التي كانت تريد مؤتمرا دوليا تحت أي اسم كان، جنيف 2 أو اسم آخر، نعم، ليكون للتفاوض على يعني تسليم السلطة، وبالتالي كانوا يريدون الذهاب إلى مؤتمر دولي تحت ضغط الاشتباك ودون الحديث عن وقف العنف، لأنهم يعرفون بأن هذا مطلبا سابقا لهم عندما كان في مراحل الأولى للأزمة السورية يحققون انتصارات على الأرض، انتصارات بين قوسين طبعا، أنا أستخدم مصطلح الآخرين، وتخلوا عن هذا المصطلح عندما شعروا بأن استمرار العنف في المراحل الأخيرة يؤدي إلى تدمير ممنهج للدولة السورية ومقدرات الشعب السوري، وهو أحد أهداف المشروع الغربي المعتدي على سوريا. وبالتالي ما قاله السيد المعلم اليوم يقوم على أو يستند على حقائق الأرض وعلى حقائق الميدان التي تقول أن الجيش السوري اليوم يحقق انتصارات حقيقية وانتصارات استراتيجية، وليست انتصارات فقط على تنظيف مساحات من محددة من المسلحين، وعلى حقائق بأنه المؤتمر الدولي ليس بديلا، ليس اتفاقا دوليا بديلا عن حق الشعب السوري في إقرار مصيره بنفسه على طاولة حوار وطني. سيادة الوزير، يعني بالطبع سنأتي إلى العديد من النقاط التي أوردها السيد وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين، لكن يعني دعنا نتحدث عن الحدث الطاغي على الساحة في المنطقة، هو الحدث اللبناني. لبنان ما بين سياسة النأي بالنفس والاستهداف المباشر للمؤسسة العسكرية واستهداف هيبة الدولة في لبنان، ما الذي يجري برأيكم؟ حقيقة لو تأخرنا قليلا بهذا السؤال وتكلمنا عن الفارق أو المسافة بين مؤتمر الدول الثماني الصناعية الكبرى في العالم الذي عقد في دبلن وبين مؤتمر الدوحة لما يسمى أصدقاء سوريا، تبادل الأدوار بين البيانين الختاميين هنا وهناك، لوجدنا أنه في الثاني كان هناك مجموعة من الاستحقاقات المطلوب تحقيقها على الأرض، أحدها هو فتح مجال لتوتير أمني معين في دولة مجاورة، واختيرت لبنان لأنها الأسهل بالنسبة للأمريكي والأوروبي اليوم والخليجي بكل الأحوال، لأن أدوات هذا التوتير موجودة، وهو لإنجاز تحول نوعي في عملية في تحول الصراع السياسي أو الاستفزاز السياسي، الكباش السياسي بنسميه بلبنان، مع توترات أمنية محدودة في أماكن مختلفة، تحول نوعي باتجاه صراع مسلح حقيقي الأرض على أساس فتنوي مذهبي، وهو ما تصدى له الجيش اللبناني بعد أن عجز في لفترة طويلة عن هذا، وأنت تعرف بأنه ليس للمرة الأولى يتم الاعتداء على الجيش اللبناني، منذ اسم هناك اعتداء في البقاع على الجيش اللبناني وكان هناك شهداء وقبله وقبله وقبله، ولكن اليوم انتفض الجيش اللبناني ولم ينتظر الغطاء السياسي الذي تأخر كثيرا على قاعدة سياسة النائب النفس التي كنا دائما
نقف محتارين أمام هذا المصطلح الغريب الذي هو خارج كل المنطق وطبيعة العلاقات بين الدولتين، وحصل على غطاء شعبي على حساب الغطاء السياسي. هذا الغطاء الشعبي أظن هو الذي أعطى القوة والدفع للجيش اللبناني ليقطع الطريق على هذه الفتنة التي حصلت في صيدلة. يعني إذن كانت هي في البداية كانت شرارة أرادت ظاهرة الأسير، وأنا لا أتكلم عن شخص، أتكلم عن ظاهرة، أن تشعلها بصيدلة، والتحضيرات في باقي المناطق موجودة. وعلى كل أحوال يعني كل دقيقة نسمع أن هناك اعتداء على الجيش اللبناني اليوم، وقطع طرقات في الشمال والبقاع وحتى في بيروت الكبرى وغيرها من المناطق. وبالتالي هي في إطار عمل ممنهج ولفتح صمام تنفيس لما يحصل في سوريا في منطقة مجاورة في لبنان. نعم، من سمح للأسير بأن يعني يقعد في مربع أمني، إلى أي مدى يرتبط بما يجري وبدفعه إلى ما قام بفعله؟ حقيقة واقع الساحة اللبنانية يختلف كثيرا عن واقع الساحة في سوريا. في لبنان المربعات الأمنية موجودة، وأغلب السياسيين يستطيعون الحصول على مربعات أمنية اعتبارها مقرا لهم، وهذا أمر شائع في لبنان. ولكن الغير شائع أن يتحول هذا المربع الأمني ليصبح برميل بارود قابل للاشتعال لإحداث، كما قلت، ليس توتيرا أمنيا محدودا لفوائد سياسية معينة، وهذا يحصل للاستثمار السياسي، ولكن إشعال فتيل بارود لمعركة تشمل لبنان بالكامل. وبالتالي بناء الظاهرة بالنسبة للبنان ويفسر لأنه موجود ومتعدد، ولكن استثمار الظاهرة هو الذي خرج عن حدود المألوف اليوم في لبنان. إلى أي مدى يعني تفاجأ الظاهرة الأسير كما تسميها سيادة الوزير، ومن يعني يقف في صفها، تفاجأت بردة الفعل من قبل الجيش اللبناني الذي استهدف سابقا ويعني تابع كان شيئا لم يكن؟ صحيح، وأنا بالمناسبة من هذا المنبر أحيي الجيش اللبناني، دائما كنت أكون له كل الاحترام والتقدير، وأقول بأن الجيش اللبناني جيش وطني بامتياز، ولكن كان دائما يعوزه الغطاء السياسي الذي كان مفقودا على مدار أغلب أزمات لبنان التاريخية. وبالتالي أحيي هذا الجيش وأعزي بشهدائه وأتمنى لجرحاه الشفاء العاجل، وأحيي قيادة الجيش والسيد وزير الدفاع اللبناني الذي يعني حقيقة تحمل عبء اتخاذ القرار، وقد يكون دون غطاء سياسي كامل، لا أعرف، لن أدخل في هذه التفاصيل، ولكن تحتاج إلى شجاعة كبيرة الخطوة التي خطاها الجيش اللبناني لقطع دابر الفتنة على مساحة لبنان التي كان يعد لها. وأظنها كانت مفاجئة ليس فقط لظاهرة الأسير، وأنا أتكلم عن ظاهرة، أظنها كانت مفاجئة حتى لبعض القيادات السياسية التي كانت تنتظر بداية إشعال الفتنة الاستثمار السياسي اللاحق، والتي أربكت فيما بعد، لم تستطع أن تدافع عن ما ظاهرة الأسير، ولكنها بالمقابل لم تدعم الجيش اللبناني في موقفه بشكل صريح وواضح. يعني لماذا تصف الجيش اللبناني بأنه شجاع في قطع هذه الفتنة التي أريد للبنان أن يقع فيها؟ أليس من الطبيعي أن يدافع الجيش اللبناني عن السيادة اللبنانية في خارج الحدود وداخلها؟ بدون شك، ولكن لكل بنية نظام وظائف، يعني وظائف الدولة مرتبطة ببنية النظام، وهذا جزء من إشكالية الأزمة في سوريا نستطيع أن نتكلم عنها عندما نتكلم عن مؤتمر دولي وعن حكومة انتقالية أو هيئة حاكمة كما يسمونها. في لبنان عندما بني النظام على خلفية الطائف، على أثر مؤتمر الطائف، بني على أساس تحاصصي، على أساس توازن هش، على أساس أن كل شيء حتى تعيين عامل في تنظيفات في مكان ما يحتاج إلى توافق وطني. وبالتالي القرار السياسي لشن الحرب والعمل العسكري في مكان معين يحتاج إلى توافق، وأنت تعرف أنه في لبنان ما بعد الطائف وإلى ومنذ فترة طويلة ليس هناك من توافق اللبناني. اليوم في لبنان مجلس نواب ممدد له بقوة قاهرة، يعني مطعون بها دستوريا، مجلس دستوري لا يجتمع، حكومة، هناك حكومتان، أو هناك حكومة تصريف،
هناك رئيس حكومة مكلف يعني كلف ولم يستطع التأليف، يعني التكليف وليس التأليف. وبالتالي هناك حالة من الإرباك ومن الفراغ إلى حد كبير اليوم في بنية النظام اللبناني. وبالتالي هذا كان له انعكاس مباشر على الجيش اللبناني في أنه لا يستطيع اتخاذ قرار مباشر في حسم وفي إجراء وفي عمل ما دون غطاء سياسي. هذا الغطاء كان من المفترض أن يكون وهو من ضمن بنية النظام اللبناني بقرار من مجلس الوزراء ومن رئيس الحكومة، وهذا ما لم يحصل خلال الفترة الماضية كلها، لأن نحن نعرف بأن محصلة توازن القوى في الحكومة اللبنانية كان يذهب باتجاه التسويف والتعطيل، حتى بعنوان النائب النفس. سيادة الوزير، يعني كما تفضلت بأن اليوم الجيش اللبناني أخذ الغطاء السياسي لهذه العملية العسكرية في ظل أن كل التيارات السياسية في لبنان يعني دعمت الجيش اللبناني، لكن اليوم من يقف مع الأسير بعد أن يعني تخلى أعز الأصدقاء عنه؟ وأقصد هنا ببعض التيارات كالمستقبل مثلا. اولا حقيقه الامر ان الجيش اللبناني لم ياخذ الغطاء السياسي الكامل، انا قلت انه حصل على غطاء شرعي شعبي. لم يستطع احد ان يكون في مواجهته لهذا الغطاء الشرعي الشعبي العام، ولكن الغطاء السياسي كان ملتبسا في بعض وفي بعض التصريحات، لذلك قلت ان يعني كتيار مستقبل على سبيل المثال لم يكن مع ظاهره الاسير، لم يستطع ان يدافع عن ظاهره الاسير، ولكنه بالمقابل لم يدافع عن الجيش اللبناني بالمطلق. وبالتالي أستطيع أن أقول أن اليوم أسير ظاهرة سبقت عصرها وسبقت زمنها في البدء في إنجاء في إشعال الفتيل. يعني هل تقصد سبقت دورها هنا؟ تماما استبقت دورها، لأن الدور كان يعني يمكن أن يكون في مرحلة متقدمة الآن، وبالتالي لم يستطع أحد، هناك مسافة بين الرغبة والإمكانية. هناك رغبة طبعا، وأنت تعرف بأن ظاهرة الأسير هي ظاهرة محتضنة ومدعومة وبشكل صريح وواضح من أعداء سوريا، لأنها جزء من أدوات وعدة الحرب على المشروع المقاوم للمشروع الأمريكي في المنطقة. نتكلم عن مشاريع اليوم وليس عن واقع كيانات منفصلة البعض، بالعكس انتهت قصة انه في اليوم شام سوريا وفي لبنان وفي اردن وفي فلسطين وفي العراق، اصبح هذا واقع جغرافي واحد وواقع اجتماعي وسياسي واقتصادي بكل الأحوال، لأن ساحة المعركة هي ساحة على امتداد كل هذه المساحة الجغرافية. نعم، وهذا أحب على قلبكم سيادة الوزير، أحب على قلبنا، قلبنا في مشروع نهضة سوريا بكل الكبرى تأكيد وفي المصير. تمام، وفي المصير. إذن اليوم أعداء سوريا هم أعداء لبنان، لا يمكن التفريق. ليس اليوم، عبر التاريخ من كان يستعد لسوريا كان يستعد لبنان أوتوماتيكيا، لأننا عندما نتكلم عن استعداء سوريا لا نتكلم عن استعداء سياسات، نتكلم عن استعداء الشعب ومصالحه، ومن يستعد الشعب السوري بمصالحه فهو يستعد الشعب اللبناني والأردني والفلسطيني والعراقي بمصالحه دون شك. بالتأكيد، لكن سيادة الوزير يعني لا يمكن إنكار بأن بعض التيارات في لبنان كانت غطاء سياسيا لهذه الظاهرة، لظاهرة الأسير، أو كانت الناطق الإعلامي باسمه والمدافع عنه يعني حركة سياسية ليس كحركة عسكرية. ليس لا يمكن إنكاره، بالعكس أنا قلت حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللحظة التي سقط فيها الشهداء واليوم الأسير مطلوب يعني من يتابع الأخبار يرى إلى أين وصلت، مع ذلك هناك تيارات سياسية قلت أنها لم تهاجم الأسير ولم تهاجم ظاهرته بالمطلق، وتتكلم عن حل يعني تلفيقي، لا أقول توفيقي، تلفيقي. وبعض المرجعيات التي تسمي نفسها مرجعيات سياسية أرادت أن تدخل على خط الأزمة وتعالج بعد كل ما حصل على قاعدة تبويس اللحى وإعادة تظهير هذه الظاهرة في مكان آخر قد تكون عباءة أخرى، ولكن لأن هذه الظاهرة هي أداة لازمة لا يستطيع هذا يعني لا يستطيع أصحاب هذا المشروع أن يتخلوا عنها بالمطلق، لذلك ليس بالغريب أبدا أبدا نتذكر ظاهرة شاكر العبسي في البارد. صحيح. والدور النوع الآخر الذي أخذه بعد خروجه من البارد، اليوم الأسير خرج منه على الأقل، هناك يعني روايات كثيرة ولكن لأعتبره خرج، وأنا أتكلم عن ظاهرة إذا لا أتكلم عن شخص. هذه الظاهرة
مكان آخر ولا لتوظيف آخر، وستستمر المعركة إلى أن ينتصر أحد الطرفين. هل حرقت ورقة الأسير سيادة الوزير؟ كشخص أظنها حرقت، لا يستطيع أحد أن يظهرها سياسيا، ولكنها ستبقى يعني إن لم يتم اعتقاله أو القضاء عليه، أظن بأنه سيظهر في أماكن أخرى وتحت أسماء أخرى وعباءات أخرى لاستهدافات مستقبلية، لأن كما قلت أظن استعجل في إشعال الفتيل في الوقت الذي لم تكن كل الأوراق جاهزة لإطلاق المشروع. سيادة الوزير، ربطتم بين اجتماع الدوحة واجتماع الثماني وبين هذا التصعيد في لبنان أم في سوريا، يعني ما المعطيات لديكم لذلك؟ حقيقة عندما ذهبت الدول الثمانية الكبرى إلى المؤتمر الذي عقد في السابع من الشهر الماضي، قلنا بأن البيان الختامي، والجميع يتذكر بأن الدول السبعة هي سبعة في مواجهة روسيا، والكل كان يقول بأن الدول الثمانية لن تتفق، وأنه سيكون هناك بيان ختامي للدول السبعة لا توافق عليه روسيا، يعني سيكون هناك موقف. ظهر موقف واحد وكان مفاجئا للجميع وفي بيان موحد، وأنا قلت يومها أن هذا البيان بني على حقائق فرضتها وقائع الميدان، فرضها الميدان على الأرض، بحيث أن الأمريكي اعترف بالهزيمة ولكنه لم يحصي خسائره بالمطلق ولم يوجد المخرج للخروج، يعني المشرف مع حفظ ماء الوجهين من خلال مؤتمر الدول الثمانية. لذلك ترك حتى البيان الختامي الذي اعتبرناه يعني نقلة نوعية وجيدة، ترك متاحا للعود أو الخطف خلفا في مرحلة لاحقة، وهذا ما حصل في مؤتمر الدوحة. وبالتالي نستطيع أن نقول أن الفارق النوعي بين مؤتمر الدول الثمانية ومؤتمر الدوحة وقراراته أن الأول بني على حقائق فرضها الميدان كما قلت ولم يستطع الأمريكي أن يعني ينكرها، والثاني بني على قرارات تقفز فوق وقائع. يعني سأخذ بعض الأمثلة على ذلك، يعني في اجتماع الدول الثمانية الجميع يتذكر بأن على سبيل المثال الجميع وافق على أن الحل في سوريا سياسي وسلمي وعبر العملية السياسية، ولكن في اليوم بعد يومين في الدوحة تم الكلام بشكل صريح وواضح عن التسليح والدعم وبأسلحة نوعية وكل التفاصيل الأخرى. هناك فجوة كبيرة بين الحديث عن حل سياسي وبين التسليح لاستهدافات حتى لو كانت كما قيل لإعادة التوازن، لأن حتى مفهوم إعادة التوازن يحتاج إلى توضيح. إذن في هناك مسافة بين ما ركب في مؤتمر الدول الثمانية وبين ما ركب في الدوحة. حقيقة في مؤتمر الدول الثمانية هناك اعتراف ضمني وليس علني بهزيمة أمريكا والمشروع الغربي لجهة التخلي عن مشروع ما كان يسمى إسقاط الرئيس عن تنحي الرئيس، فذكر مصطلح واضح، الهيئة الحاكمة المبنية أو التي تحوز على ثقة الشعب السوري. من هي الهيئة؟ أي هيئة حاكمة، شخص، حكومة، أي مجموعة تحوز على ثقة الشعب السوري؟ كيف تحوز على ثقة الشعب السوري؟ بطريقة واحدة، في العودة إلى الشعب السوري بالاستفتاء. بينما في مؤتمر الدوحة عاودوا الحديث عن شرعية ولا شرعية رئيس الجمهورية. إذن هناك فارق نوعي بين الحالتين. هذا ليس نقد لما تم في جنيف، ولكنه هروب للأمام لكسب الوقت لمرحلة من المراحل يستفيد منها كما قلت في إحصاء خسائره، لأن اجتماع مؤتمر الثماني جاء بعد انتصار القصير الاستراتيجي، المنطقة الاستراتيجي. سقف الطموح، قلنا في البداية أن سقف الطموح بين المؤتمر الأول والثاني بين الحديث عن حل سياسي وإعادة التوازن، حتى التصليح لإعادة التوازن وليس لإسقاط النظام. بينما لكسب أوراق تفاوضية. تماما. في هناك النقطة، الفارق النوعي في المسألة، أنه عندما يتكلمون عن استمرار التسليح يقولون بأن هناك استمرار للتسليح للمعتدلين بين قوسين. من هم المعتدلون؟ يقولون بأنهم تحت تسميات مختلفة، هؤلاء مجموعة معتدلة تستطيع أن تساهم في الإرهاب. لاحظ، وبنفس الوقت توافقت الدول الثمانية على أنها
مع سوريا في محاربة الإرهاب، وكأنها تجد مهمة واحدة لمجموعات مسلحة تدل بمفهومها والحكومة السورية لمحاربة الإرهاب. بنفس الوقت في مكان آخر هي ما زالت تدعم الائتلاف الذي لم يتخلى عن دعمه للقاعدة بناتها وأخواتها، لأن ذلك يعني يحصل بشكل دائم. إذن باختصار أقول مجموعة أشياء، من يقرأ هذه التصريحات وهذه التصريحات يرى بأن هناك تناقض. هي ليست مسألة تناقض أبدا، هي مسألة تثبيت واقع في مؤتمر الدول الثمانية، الذهاب بمؤتمر الدوحة من خلال مجموعة الدول الـ 11 اللي عملت المؤتمر لكسب الوقت، كما قلت، لإنجاز مرحلة إحصاء الخسائر الأمريكية وإيجاد المخارج لوضع إسفين في، أو خلينا نقول مسمار جحافي، نعش حل الأزمة إسفين حل الأزمة السورية. وبالتالي هو كسب للوقت للذهاب إلى جنيف، ولكن ليس جنيف الذي كان يقال عنه أنه في بداية تموز أو في منتصف تموز، أظنه جنيف الذي سيحضر له على وقع الحديث عن مؤتمر الدول الثمانية الذي سيعقد في أيلول. سيادة الوزير، يعني أنت تتحدث عن اجتماع يناقض اجتماع أو يأتي في إطار الخطوة الاستباقية له، لكن يعني إذا كان مؤتمر الدوحة قد قرر التسليح، فهل يعني تعتبرون خروج عن إرادة السيد الأمريكي فيما يتعلق بالدول التي اجتمعت في الدوحة؟ أبدا، أنا دائما كان يقول لي بأن القطر يعني بدأ يغرد خارج السرب، وأنا أقول لهم قطر أصغر كثير من أن تغرد خارج السرب. قطر لا تستطيع أن تغرد خارج السرب، قطر أداة، ومشخت قطر، يعني إمارة قطر أداة. وبالتالي يتبادلون الأدوار. الأمريكي منذ البداية قلنا بعد فشل السيناريو الأول التدخل المباشر والسيناريو الثاني بالانتصار ومناطق عازلة وغيرها من السيناريوهات، والحديث اليوم عن حل سياسي، هو يريد تظهير أدوات جديدة. كل مشروع له أدواته، يريد تظهير أدوات جديدة يذهب بها إلى طاولة الحوار التي نحن نراها طاولة الحوار، وهو يراها منصة تفاوض. والفرق كبير بين الحالين. وبالتالي حتى يصل إلى تلك المرحلة التي يستطيع أن يجلس بها طاولة الحوار ويملك أوراق قوية للحوار، يطلب من أدواته في المنطقة أن لا تتراجع عن دورها وأدائها، لأنها هي أدوات بكل أحوال. هو يفاوض في مكان، وقلنا أن التفاوض تحت ضغط الاشتباك. من يدير الاشتباك؟ الأدوات، قطر، تركيا، اليوم هناك حديث عن سعودية أردن، يعني استبدال الثنائي القطري التركي بالثنائي السعودي الأردني ولاستهدافات مختلفة. نعم، سنعود إلى هذه النقطة سيادة الوزير، لكن يعني لإتمام الملف طالما حذرت سوريا من خطورة ما يجري داخل الأراضي السورية وأنه لن يتوقف داخل هذه الأراضي، إلى أي مدى سيؤثر بعد النظر لدى السياسة السورية أو لدى السياسي السوري في يعني دوائر القرار الغربية بأن السياسة السورية هي على حق، لن يقتصر هذا الغليان على داخل الجغرافيا السورية فقط؟ عندما كانت الدبلوماسية السورية تقول ذلك، كان البعض يعتبره هو للتهويل الإعلامي والسياسي. وكان البعض يعني يسخر من هذا الكلام ويقول بأن هذا الكلام غير واقعي، ولكن ثبت بالدليل القاطع ما كنا نحارب لأجله منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا، أن حقائق الأرض والجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع والسياسة والاقتصاد وكل شؤون الحياة حقائق تفرض نفسها على كل سياسة الكبرى. وبالتالي هذه المنطقة لا تتجزأ، ومن أراد تفكيك سايكس بيكو ليعيد تشكيل وتركيب كيانات أصغر من الكيانات القائمة حاليا هو مخطئ، لأن واقع الحال سيذهب باتجاه العكس، وهو الحدود وليس إغلاق الحدود. وبالتالي شاء من شاء وأبى من أبى وقرر من قرر ورفض من رفض. المسألة ليست في التوظيف، يعني ليست قيادة ما أو مجموعة ما تقرر بأن تمد المعركة والشرار المتطاير باتجاه المحيط أو تقصره على الواقع السوري، هو سيمتد أوتوماتيكيا وطبيعيا، لأن واقع الحال يقول بأنه واقع واحد، وأن العمق الطبيعي لسوريا كل محيطه
حتى بالنسبة والبعض يعني يفاجأ، حتى بالنسبة لتركيا اليوم نقول تركيا، البعد الطبيعي الذي يتم به التدخل التركي في سوريا هو من عمق الأراضي السورية المحتلة وليس من الأراضي التركية التي تشكل بيننا وبينها فواصل طبيعية، وهي بالمناسبة اللواء وكيليكيا وليس فقط لواء اسكندرون. وبالتالي حقيقة الأمر أن واقع الجغرافيا فرض أن هذه المعركة هي على كامل المساحة الطبيعية، على كامل المساحة، وهذا ليس بالتوظيف، ليس توظيفا سياسيا من أحد أو مد فتيل يعني الأزمة باتجاه كيانات أخرى، ولكنها امتداد طبيعي. لذلك ثبت بقاطع أن هذا الواقع هو واقع طبيعي فرضه مثل ما قلنا حقائق الجغرافيا، الشعب الواحد والأمة الواحدة والوطن الواحد. نعم. يعني بغض النظر اليوم يعتبره تنظير ايديولوجي هو ليس كذلك. وعندما كنا نحذر وكان البعض يفاجأ، وأنا بالمناسبة ذكرت هذا الكلام سابقا، التقيت مع بعض الساسة الدبلوماسيين الأوروبيين قبل قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. نعم. ولم أكن يومها في الحكومة بالمناسبة، كنا بعدنا يعني من موقعي كرئيس للحزب السوري القومي الاجتماعي المعارض، التقيت مع بعض السياسيين الأوروبيين وقلت لهم أنكم تنظرون إلى هذه المنطقة نظرة خاطئة، تنظرون إلى هذه المنطقة على أنها جزء من واقع جغرافي ممتد وتربطوها بمصالح النفط والغاز في الخليج العربي، إذا بقيتم تنظرون إلى هذه المنطقة بنفس المنظر فأنتم تخطئون وستخسرون المعركة لاحقا. افصلوا بين هنا امتداد حضاري وثقافي وإنساني وبشري يختلف بالمطلق عن واقع الخليج العربي وواقع مصالحكم في النفط والغاز. هنا كل شرار يحصل في سوريا سيمتد ليس فقط إلى الواقع الطبيعي، وسيمتد إلى لاحقا إلى أبعد من ذلك، سيمتد إلى أوروبا ووصولا إلى مساحات أو مسافات أبعد بكثير مما يتوقع. وهذا ما حصل بالمناسبة في أوروبا، يعني التفجيرات بلندن بأكثر من مكان الجميع يتذكرها، قتل الجندي الأمريكي البريطاني كان حادثا مأساويا بالنسبة لهم، ولكن هم لم يخطر على بالهم أنه جزء صغير مما يحصل في سوريا وامتداد له. بكل تأكيد. يعني دكتور علي، إلى أي مدى ما يجري في لبنان يخدم طاولة التفاوض السورية الشاملة أو يضر باتجاه حرب أقليمية متصاعدة؟ سأقول باختصار عنوان رئيسي، أمريكا لن تذهب إلى طاولة الحوار إلا عندما تشعر بخطر حقيقي على مصالحها. مصالحها نوعان، مصالح اقتصادية نفط وغاز بالنسبة لها، ومصالح من نوع آخر متعلق بأمن إسرائيل، وهذا كلام واضح. لذلك في يوم من الأيام عندما قلنا لن ندافع عن دمشق على أسوار دمشق، عندما سندافع عن دمشق ابتداء من الحدود وباتجاه فلسطين، وبالتالي أمريكا إذا كان ما يحصل في لبنان هو لخلق فوضى لن تؤثر على مصالح الاستراتيجية فهو يكون من ضمن المشروع الذي يتم في المنطقة وتسعة الرقعة قليلا. أما إذا كان سيؤدي إلى تبدل موازين قوى لجهة تأثير على مصالحه كما قلت الاقتصادية أو أمن إسرائيل، فبالتأكيد سيركض مهرولا باتجاه الحديث عن حل سياسي. وبالتالي ما حصل اليوم وما يحصل اليوم هو في هذا الاتجاه، وما قد يحصل في المستقبل أظن بأن من يقاوم المشروع الأمريكي يعرف هذا جيدا، أن يسمح بأن يبقى اللعب بالنار فقط لتخريب الممنهج الداخلي على كل المستويات، بل يجب أن يطال المصالح الأمريكية ليشعر الأمريكي بأن مصالح أصبحت في خطر. دكتور علي، ختام الملف اللبناني، هل يمكن تلخيص ما يجري في لبنان بأن من يربي الثعبان لا بد من أن يتحمل سمه ذات يوم؟ هي قصة أفعى الحضن، من يربي في حضنه فبالتأكيد ستلدغه في يوم من الأيام. نعم. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود لمتابعة هذا الحوار مع الدكتور علي حيدر وزير المصالحة الوطنية، ابقوا معنا.
نحييكم من جديد ونرحب بالدكتور علي حيدر وزير المصالحة الوطنية. يتصاعد الحديث الوزير عن مؤتمر دولي في جنيف يعني لرسم السياسة، لرسم ملامح حل الأزمة سياسيا في سوريا، إلى أي مدى تعولون عليه؟ وهل يمكن بالفعل أن يكون يعني فاصلة لوضع العنف في سوريا؟ هو يجب أن يكون مفصلة لوقف العنف في سوريا، وإلا فليس منه فائدة، لأن مؤتمر جنيف أو مؤتمر دولي أيا يكون، وأنا أميز بين الاثنين بكل أحوال، هو يجب أن يكون لتحميل الدول الكبرى المتدخلة في الشأن السوري مسؤولية ما يحصل في سوريا لجهة التمويل والتسليح والحضن السياسي والإعلامي، ووقف هذا الضخ أساليبه للوصول إلى أرضية صلبة والانطلاق منها إلى طاولة الحوار. وبالتالي مؤتمر جنيف إن لم يكن، وهذا الفارق بين الرؤية السورية لحل الأزمة السورية، وطبعا أنت تتكلم عن الرؤية السورية والدول الصديقة لسوريا والصديقة للشعب السوري تحديدا، لا أتكلم عن صديقة لطرف معين، هي صديقة للشعب السوري وتبحث عن مصالح الشعب السوري طبعا وبالمعنى الاستراتيجي أتكلم، وبين الرؤية الأمريكية التي تريد كما قلت في بداية الحلقة الذهاب إلى مؤتمر دولي فقط لتحقيق إنجاز نوعي، وهو إدخال تركيب بنية جديدة على أنها هيئة حاكمة أو حكومة انتقالية، يكون للأمريكي دور فيها وفي تشكيلها، ويكون للأمريكي أكثر من ذلك قوة القرار فيها، وهذا يحصل بالمناسبة فيما يسمى التفاوض تحت ضغط الاشتباك. لذلك نحن رحبنا بالمؤتمر الدولي ورحبنا بجنيف ورحبنا بإعلان جنيف، لأنه في الحقيقة قلت أنه بني على حقائق الواقع وعلى حقائق ما أنجز على الأرض، وبالتالي حقق نقلة نوعية حتى في مضمونه وفي تفاصيله، ولكن مع ذلك ما زالت مفتوحة في أن هذه الموافقة مشروطة بأن يكون هذا المؤتمر نقطة تحول حقيقي في مسار الأزمة السورية. وبالتالي عندما يكون نقطة تحول حقيقي في مسار الأزمة السورية، هذا لا يعني بأن كل شيء ينجز في جنيف، هو مرحلة من المراحل. وأنا قبل أيام كنت على أحد المحطات اللبنانية وسئلت عن مدى إمكانية حل الأزمة السورية في جنيف 2، قلت لهم أن الأزمة السورية ستحل ولكن قد يكون في جنيف 10 في جنيف 2، وبالتالي هي سلسلة قد تنطلق وتنتهي في وضع الرؤية النهائية والتوافق النهائي على حل الأزمة السورية، ولكن على قاعدة مصلحة سوريا فوق كل مصلحة، وعلى قاعدة مصلحة أن الأزمة السورية حلها بسوريين. وبالتالي المؤتمر الدولي يجب أن يكون مقدمة لتحضير البيئة الموضوعية لإطلاق الحوار السوري السوري، وليس لأخذ قرارات عن الشعب السوري، وأن يكون المشاركون فقط ليبصموا على نتائج التوافق الدولي ويشهدوا زور بأن هذه نتائج تحقق مصلحة الشعب السوري وأن الشعب السوري هو الذي أنجزها. هذا ما لا توافق عليه القيادة السورية، وما لا توافق عليه المعارضة الوطنية التي هي الحامل الحقيقي والمدافع الحقيقي عن مصالح الشعب السوري، وليس من يجلس في الخارج. لذلك دفاعا عن حقوق الشعب السوري نقول أنا لن نوافق على أن يكون هذا المؤتمر الدولي لمصادرة حق الشعب السوري في مصيره بنفسه، بل إن كانت هذه الدول صادقة فلتقدم تحقق بيئة كما قلت، تنجز بيئة موضوعية مناسبة لإطلاق حوار، ولتترك للسوريين فرصة أن يتحاوروا بهدوء على أرض، وأن تترك للشعب السوري في الأخير أن هو يستفتى على ما توافق عليه هذه القوى. من سيتحاور دكتور علي؟ كل من يؤمن بلغة الحوار ويرفض لغة العنف وحمل السلاح فليتفضل إلى الحوار، لأننا نثق بأنفسنا ونثق بقدرتنا على أقناع الآخرين بلغة العقل، ونثق بأن لغة الكلمة هي الأقوى وهي الأفعال على طاولة الحوار، وبالتالي ليس لدينا خوف ومخاوف من يأتي على طاولة الحوار. لا يخاف المواطن السوري من سيأتي على طاولة الحوار، نحن قادرون على مواجهته بالمعركة السياسية وكسب المعركة وربح المعركة، لأننا أصحاب حق وأصحاب مشروع لنهضة سوريا ودفاع عن حقوق الشعب السوري. من يخاف من طاولة الحوار؟ من لا يملك الحجة والقدرة على الآخرين بوجهة نظره، وأنا دائما كنت أقول بأن جرأة شجاعة الجلوس على طاولة الحوار أعلى بكثير، أو الجلوس على طاولة الحوار يحتاج إلى شجاعة أعلى بكثير من شجاعة حمل البندقية على هذا المنبر بالذات. تماما. لذلك أنا أقول
هو أولا من ليس له شعبية ومن يعرف بأنه لا يمثل شيء من الشعب السوري، وأنه اليوم يعني ينطلق من موقع بروباغندا إعلانية نفخته وظهرته على أنه يمثل الشعب السوري، وأنه جاء لتحقيق مشروع غربي وأمريكي، وأنه بانتهاء هذا المشروع وهو يعرف بأنه أداة سينتهي دوره، لذلك هو يريد أن يبقى مستفيد ومستثمر لهذه الأزمة ولا يريد الذهاب لطاولة الحوار لأنها ستنهي هذه الأزمة وستنهي دوره. من يخاف من جلوس على طاولة الحوار، من يخاف من الشعب السوري ومن قرار الشعب السوري في من يختار في المستقبل لقيادته وكل تفاصيل المسيرة السياسية ابتداء بدستور جديد وقوانين جديدة وبنية نظام جديد، كلها تخضع لاستفتاء الشعب السوري وقرار الشعب السوري. لذلك من ليس مطمئنا إلى أن قرار الشعب السوري في جانبه لن يأتي إلى طاولة الحوار. هل تغيرت موازين القوى من بداية الأزمة إلى الآن؟ هي مرت في مرحلة اضطراب قليل، ولكنها عادت إلى توازنها الأول، وهو أن الدولة ما زالت قادرة على أن تبقى دولة مركزية وقوية وقادرة، وأنها لم تخسر المعركتين الأساسيتين اللتين شنتا عليها، وهما معركة الجيش ومحاولة تفتيت الجيش وأضعاف بنيته وضرب هذه المؤسسة التي مؤسسة راعية وحامية لوحدة سوريا أرضا وشعبا ومدافعة عن خيارات سوريا الاستراتيجية، ومعركة الاقتصاد الذي كان يخطط له في أن يكون في بداية 2012 عنوانا لدولة فاشلة لا تستطيع أن تؤمن راتب للموظف السوري وتؤمن الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وهاتف ونظافة ومواد وأشياء أساسية. قد يفاجأ المواطن السوري بهذا الكلام، ولكن أقول بأن هذا هو المشروع الذي كان يعد لسوريا، والجميع فوجئ بأنه مر أكثر من سنة على الديدلاين تبع هذا المشروع ولم ينجز. وأنا أطمئن السوريين مع كل الاقتصادية التي أنا أشعر بها كما يشعر فيها كل مواطن، وأعرف أن الجميع اليوم يقول هناك غلاء في الأسعار وهناك قلة في المواد وهناك استهلاك لقيمة الليرة السورية وهناك الكثير من المظاهر، ولكن أقول أن كل هذه بالمقارنة مع دولة فاشلة لا تستطيع أن تدفع رواتب ولا تستطيع أن تؤمن خدمات أساسية، وإعلان بأنها دولة فاشلة يعني أن المجتمع الدولي يحق له أن يدخل ويقوم هو مقام الدولة. لكن لا يمكن إنكار يعني أن هذا الراتب الذي تتحدثون به سيادة الوزير يعني فقد الكثير من قيمته الشرائية، واليوم بالفعل المواطن يعاني ولا يمكن إنكار ذلك، المواطن يعاني كما تفضلت، يعني صحيح. هذه الأزمة الاقتصادية تمس الجميع، إذن جزء من مخطط ضرب الاقتصاد قد نجح، هل يمكن أن نقول لم ينجح في ذلك؟ إن كان لجهة تحويل سوريا إلى دولة فاشلة فقد فشل بالمطلق، نعم. لأن سوريا قادرة على الاستمرار وقادرة على أن تستمر في القيام بأعبائها كدولة حاضنة وراعية وتقدم كل الخدمات المطلوبة، وأنا أطمئن المواطن السوري إلى أن هذا لن يحصل. ولكن إن كان لجهة معاناة الشعب السوري فنعم، أن الشعب السوري عانى من الحصار وعانى من وعانى من العدوان الخارجي على سوريا، وبالتالي على المواطن السوري أن يفهم الآن وبشكل واضح وصريح من هو عدو الشعب السوري ومن هو الذي أضر بمصالح الشعب السوري وبقدر الحياة الكريمة والهانئة. إنه المشروع الخارجي، إنه العدوان الخارجي الذي طال اقتصاده. اليوم سوريا دولة ندرت مواردها، وأنت تعرف أن الدولة التي تندر مواردها في تأمين الموارد، وبالتالي إبداع سوري اليوم أن تستطيع الدولة أن تستمر في تحمل أعبائها. نعم سيادة الوزير، يعني أنت تتحدث هنا عن المجتمع السوري وأنت على تماس مباشر معه، وحين سألتك عن يعني تبدل الموازين قصدت تبدل الحاضنة الشعبية، هل هناك فرق بين الحاضنة الشعبية للإرهاب من جهة ول يعني الدولة السورية النظام في سوريا، النظام كأيديولوجيا وليس كأي شيء، هل هناك تبدل في الحاضنة الشعبية؟ لح عمر فاصل منشط يعني استخدم مصطلح يعني هيك تعبير مثل شعبي جميل يقولوا الناس ببعض المحلات ما بتعرف خيري وما تشوف غيري وما تجرب غيري. طبعا احنا لا اقصد الـ يعني الـ
التندر بمعاناة الشعب السوري. ولكن أقول نعم، الشعب السوري عندما لم يحضن، هو غزي من هذا السرطان القادم من الخارج، عندما غزي قارن ورأى وعانى، واليوم الجميع يعرف بأنه يعاني، ولا تصدق أي إعلام آخر يدخل إلى هذه المناطق ويصور، لأنه تحت الاحتلال هذا المواطن، وهذا المواطن عندما يستطيع أن يتواصل معنا يقدم معاناته الحقيقية ويقول لنا بأننا نعاني، وأن إن كان يظن بأن هذا القادم الذي اجتاح الحدود وقدم بأنه يحمل له يعني أنه كان تباشير سلام ومشروع سلام ومشروع حل الأزمة السورية ولتأمين مصالحه، اكتشف اليوم واكتشف منذ زمن على كل أحوال منذ بداية معاناته بأنه يحمل له مشروع خراب وتدمير وانتهاك للمواطن السوري قبل غيره. لما يستهدف الدولة السورية يستهدف المواطن السوري، عندما يستهدف مصالح الدولة يستهدف مصالح المواطن، لأنه ليس هناك منفصل بين مصالح الدولة ومصالح المواطن، لأن الدولة هي بالأساس التعبير السياسي الحقوقي عن المجتمع. وبالتالي عندما يضرب البنية التحتية وعندما يضرب الكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي والخدمات وغيرها، يعني أنت تعرف كل مواطن أصبح يعاني، فهو الآن أصبح محشورا في زاوية يريد أن يخرج منها، ويريد، وهذه رسالة له اليوم بأن يساعد الدولة بالطريقة الممكنة للخروج من أزمته والخروج من هذا الواقع الأليم الذي يعاني منه. وأنا أقول بأن ليس المزاج، لأن المزاج مرتبط بالثقافة العميقة، الثقافة العميقة للشعب السوري هي لا تقبل هذا الغاز الجديد من الخارج، ولكن الآن فرض عليه في مرحلة، ولكن اليوم المزاج بدأ يتحول بالعمق إلى ثقافة ترفض هذا الغاز، وأن الحواضن الشعبية بدأت تتحول تحولا نوعيا، ولكن تحتاج أكثر التحول النوعي، تحتاج إلى فعل بناء حقيقي مواجه لتنظيف هذه الساحات وهذه الحواضن من هؤلاء الغزاة. يعني إذن البيضة القبان هي المواطن السوري ولقمة عيش للمواطن السوري. أريد أن أسأل هنا عن تدخل إيجابي للحكومة السورية. يعني أحد التدخلات الإيجابية كان للدولة السورية أنها خفضت في يوم واحد سعر الدولار 30 ليرة سورية. إلى أي مدى يمكن للدولة السورية أن تستمر في هذه التدخلات، وما هي القوة الفعلية لهذه التدخلات؟ بتاخذني على الاقتصاد. الحقيقة أنا ليس لدي خبرة عالية بالاقتصاد، ولكن أظن بأن هناك معركة بين المخزون الاستراتيجي لسوريا من العملات الصعبة التي نحتاج لها في معركتنا في المواجهة، وبين سعر الصرف وسعر الدولار، وأن الدولة تقود بالممكن هذه المعركة وبشكل دقيق جدا، خصوصا أننا مع كل ما يقال اليوم عن ارتفاع سعر الدولار نقول بأن هذا الارتفاع هو بعد سنتين وأربعة أشهر أربعة أضعاف السعر الذي كان وقت الأزمة، وأنه بالمقارنة مع كل الأزمات التي كانت محيطة بنا، العراق ولبنان وحتى أزمة الثمانينات، البعض قارنها بأزمة الثمانينات، نقول له من يعود إلى تلك الفترة نقول بأن الدولار يومها ارتفع كثير من أربعة أضعاف في فترة قياسية. وبالتالي بالتأكيد للدولة دور، وهذا لا يعفي الدولة من أن يكون لها دور أكبر، وأظن بأن الحكومة تحاول بكل الوسائل أن تحافظ على هذه البالانس، هذا التوازن بين حجم العملات التي تحتاج إليها الدولة لتستطيع أن تستمر الدولة كما قلت قادرة على أن تكون قائمة بتقديم الخدمات اللازمة لتبقى دولة حاضنة وأبوية، بين حاجة المواطن لأن يكون هناك سعر مقبول يستطيع أن يتداول من خلاله ويؤمن من خلاله يعني احتياجاته الأساسية والضرورية. نعم سيادة الوزير، يعني بما أنه دخلنا بالوضع المعيشي للمواطن وهذا حقيقة يهم الشريحة الكبرى من الشعب السوري، يعني تحدثت منذ قليل عن مؤتمر جنيف 2 أنه سيعقد، ويعني تقاطع رأيك مع العديد من الآراء التي تقول بأنه أيضا هناك 10 على سبيل المثال. طيب إذا كان يعني وضع المواطن السوري في جنيف 2 على ما هو عليه الآن، كيف سيكون في جنيف 10؟
أولا نحن في حرب، قولا واحدا نحن في حرب، نحن لسنا دولة في وضع طبيعي، وفي الحرب يستهدف كل شيء من يعني كل مصالح الحياة، يستهدف الاقتصاد، يستهدف الجيش، يستهدف التربية، يستهدف الصحة، يستهدف كل شيء. وبالتالي يعني دور الحكومة في أن تحاول بالقدر المستطاع أن تحقق كما قلت القدرة على الاستمرار والمحافظة على تأمين الاحتياجات الضرورية واللازمة للمواطن السوري ليستطيع أن يستمر دون أن يتحول إلى دولة فاشلة في يوم من الأيام. وبالتالي أظن بأن الدولة ولا أزيع سرا طبعا تبحث عن مخارج لكل الأزمات الحاصلة اليوم، وهناك أشياء تطرح وتطرح في العمق في جلسات الحكومة وتبحث وخلال ساعات مطولة من جلسات الحكومة، والجميع يعرف بأن جلسات الحكومة تستمر على الأقل بين 4 و5 أو 6 ساعات أحيانا، وأغلبها لبحث المسألة الخدمية وحاجات المواطنين. ولذلك عندما يكون هناك من المعاناة فيجب أن يتأكد المواطن بأنها يعني من عمق اهتمامات أو في عمق اهتمامات الحكومة، وتبحث بالتفاصيل المملة. وأظن أنه اليوم تحت عنوان اقتصاد الحرب، لأنك أنت في حرب فعندك اقتصاد حرب وعندك تربية وعندك تعليم، كله تعليم حرب. اليوم الإجراءات الاستثنائية اللي بتاخدها وزارة التربية والتعليم العالي هي من ضمن إجراءات الحرب، المعركة. وبالتالي أستطيع أن أقول أن واقع الحياة المعاشية ملحوظ لجهة أننا يجب أن نحافظ على القدرة التي تعطينا الصلاحية بأن نبقى دولة راعية وحاضنة بالممكن، بالممكن لأنه نحن في واقع يفرض نفسه علينا لاستمرار هذه المعركة، ولتستمر إلى أن نصل إلى حل سياسي يقدم حلولا جذرية، لأن البعض علق على أنه لا حلول إلا بالحل السياسي، ولكن نحن قلنا جذرية إلا بالحل السياسي. أما بالتأكيد الحكومة لا تستقيل من مسؤولياتها في أنها تقدم حلول تلطيفية ومساعدة على معالجة بعض المسائل القادرة على معالجتها إلى أن نصل إلى الحل. دكتور علي، يعني بات واضحا أن من يعرقل التوجه نحو حل سياسي، نحو طاولة الحوار، نحو جنيف 2، هو من يرسل السلاح. الدول التي ترسل السلاح ترسل الإرهابيين إلى الداخل السوري، وهذا ما علقت عليه الخارجية السورية أنه سيدفع نحو الخيار العسكري المدمر للبلاد. يعني ما المقصود في ذلك؟ نحن الآن في واقع عسكري، نحن الآن في حرب كما تفضلت منذ قليل، وهي حرب مدمرة اقتصاديا وعلميا وثقافيا على صعيد الآثار التي تسرق، يعني على كل الأصعدة هو خيار مدمر. فماذا قصدت روسيا أو الخارجية الروسية بالخيار العسكري المدمر للبلاد؟ الخيار العسكري المدمر للبلاد يعني عندما نتكلم عن إعادة توازن إلى داخل الصراع، نعود بالذاكرة إلى الحرب الأهلية اللبنانية، عندما كان شعار المعركة في لبنان والحرب في لبنان شعار لا غالب ولا مغلوب، ليتذكر من عاصر الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت من 75 إلى 91، يعني استمرت سنة تحت عنوان لا غالب ولا مغلوب. هذا كان شعار الدخول إلى الحرب والخروج بمؤتمر الطائف بعد 16 عام من التخريب الممنهج والتعطيل لكل مقومات الدولة اللبنانية، والخروج ببنية سياسية أقول أنها أضعف الإيمان أنها بنية هشة لا تستطيع أن تعالج أكثر من توازناتها الهشة الداخلية. وبالتالي أستطيع أن أقول اليوم أن الخيار المدمر هو في محاولة رفع شعار التوازن لاستمرار المعركة إلى ما لا نهاية، للوصول إلى حالة تفرض نفسها باتجاه تفكيك الدولة وباتجاه الذهاب إلى تفاوض دولي وليس حوار سوري، تفاوض دولي لحل الأزمة على قاعدة تقاسم المصالح الدولية وليس على قاعدة تحقيق مصالح الشعب السوري. والفرق كبير بين تقاسم تفاوض دولي على قاعدة تحقيق مصالح الدول الكبرى، تقاسم مصالح الدول الكبرى على هذه الساحة الجغرافية، وبين تحقيق مصالح الشعب السوري التي نعمل لها نحن. نعم دكتور علي، يعني الانتصارات المتتالية للجيش العربي السوري وأيضا تلكؤ على كما يوصف أمريكا في دخول في حرب مباشرة في سوريا، هل دفعت هذه الدول التي نركز عليها اليوم لأنها هي من تسعى إلى أفشال هذا الحل السياسي، هل دفعت بهذه الدول إلى المقامرة بكل ما تملك في
محاولة منها لكسب أوراق تفاوضية كما يعني نوهت إليه منذ قليل؟ دون شك، يعني لا حتى الآن البعض يعود إلى نغمة أن هناك فكرة لتدخل دولي مباشر في الأزمة السورية عبر صواريخ الباتريوت التي توضع على تنصب على الحدود الأردنية، عبر ترك عدد من الطائرات الأمريكية في الأردن صحيح. بعد انتهاء المناورات، عبر ترك 300 جندي أمريكي معلن غير الغير معلنين للدعم اللوجستي في، ولكن الجميع يعرف أن كما قلت منذ قليل حول مسألة أن الرغبات شيء وواقع الحال والإمكانات شيء آخر. من يتابع السياسة الأمريكية الداخلية يرى بأن اليوم هناك فريق يدفع بالرئيس أوباما باتجاه اعتباره رئيسا فاشلا وضعيفا لأنه لم يتدخل عسكريا، ولكن بالعودة إلى وقائع الميدان يقر الجميع بأن الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يذهب بهذا الاتجاه، دون الحديث عن الناتو، حلف الناتو و العطب البنيوي الموجود في داخله والذي يمنعه اليوم من التدخل المباشر. من المقصود بالعطب البنيوي؟ مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي هي تشكل حلف الناتو والتي غير متفقة بالأساس على سياسة واحدة، والجميع يعرف اليوم أن المسافة واحدة جدا بين السياسة الألمانية على سبيل المثال والسياسة البريطانية والفرنسية، وما بينهما مروحة واسعة من الرؤى. وبالمناسبة الأوروبيين أغلبهم غير موافق على التدخل العسكري، ولكن بسياسة الاتحاد الأوروبي الدول التي ليس يعني مصالحها المباشرة لا تمس لا يعلنون مواقف مخالفة لمواقف الاتحاد الأوروبي، ولكنهم في الإجراءات التنفيذية لا يذهبون إلى التنفيذ ولا يوافقون على التصعيد، وبالتالي يتركون الفرنسي والبريطاني يتكلم باسم الاتحاد الأوروبيين ويتكلمون عن التصعيد وعن وعن وعن، ولكن بالإجراءات التنفيذية لا يذهبون. بالعكس، هناك من يتنحى جانبا وهناك من يواجه كالألماني. وبالتالي اليوم وبالمناسبة هناك تحول نوعي اليوم حتى داخل بعض أروقة السياسة الفرنسية والبريطانية، ولكن طبعا لم تظهر من خلال حصل توازن القوى بسياسة معلنة خارجية، ولكن تحد من يعني جموح السياسة الفرنسية الخارجية المعلنة للذهاب إلى أي محاولة ومغامرة في الدخول على خط الأزمة السورية بالاعتداء المباشر. دون يعني ما بدنا نحكي عن الوضع التركي اللي هو كان أحسن بكثير منذ أشهر وكان يمكن يكون قاعدة حقيقية للانقضاض على سوريا، ولكن مع ذلك لم يتجرأ التركي كمان لعطب بنيوي متعلق بنسيجه الاجتماعي ومتعلق بوضع الاقتصادي ومتعلق بمؤسسة الجيش ومتعلق بوضع أردوغان نفسه داخل حزبه حتى صحيح. يعني في تفاصيل كثيرة. حذرت سوريا أيضا من هذا الموضوع من ما يجري في تركيا. تماما تماما، لذلك أنا أستطيع أن أقول اليوم أنه ليس هناك من تدخل عسكري مباشر، رغم أن الشهية موجودة ومفتوحة ولكن الإمكانية غير متوفرة. لكن مع بقاء المحاولات يعني في تزيد حدث الصراع الداخلي في سوريا للمفاوضة تحت ضغط الاشتباك تحت عنوان إعادة التوازن، أي استمرار الحرب على قاعدة لا غالب ولا مغلوب إلى أن إما يحصلوا على ما يريدون بالتفاوض أو يحاول البنية السورية. لذلك نقول أنه في النهاية مع مد يدنا للجلوس على طاولة الحوار مع الجميع ودون استثناء ودون أقصاء لأحد وعلى قاعدة الثوابت الوطنية وللحديث عن ميثاق وطني وميثاق شرف يجمع كل السوريين على قاعدة الثوابت المعلنة دائما وحدة الأرض والشعب والخيارات الاستراتيجية وعلى وعلى وعلى، مع كل هذا ما نقدمه اليوم من عناوين البعض يقول بأنها تنازلات، هي ليست تنازلات، هي دليل قوتنا على طاولة الحوار وأننا مؤمنون بأننا نستطيع أن ننتصر بالمعركة الدبلوماسية كما ننتصر بالمعركة العسكرية. مع كل ما نقدمه نقول بأن وقائع الميدان تفرض نفسها، واليوم الجيش يحقق انتصارات ستفرض نفسها في الأيام القادمة، وأظن أن الأمريكي من هنا إلى مؤتمر الثمان القادم في أيلول وقبل أيلول سيركض مهرولا كما ركض في الفترة الماضية. بالمناسبة من يتابع تكلمنا كثيرا عن معركة القصير، ولكن لم يتكلم تكلمنا قليلا عن الانتصارات الأخرى للجيش في أرياف دمشق على سبيل المثال. من يظن بأن من لا يعرف بأن العتيبة على سبيل المثال هي قاعدة توازي بالأهمية القصير بما يعني فيها من تسليح وتمويل وأسلحة، قاعدة انطلاق كانت وحسمها الجيش ببساطة عندما قرر. من يقال بأن معركة المنطقة الوسطى اليوم التي وصلت من حمص وحماه باتجاه الداخل
حدود تدمر، أنها ليست معركة حاسمة وينتصر بها الجيش. من قال بأن الجيش ليس لا يحقق اليوم انتصارات في أرياف حلب؟ لذلك الانتصارات متعددة وفي أماكن مختلفة. من قال اليوم أن اليوم على سبيل المثال في حتى أرياف في محيط إدلب وفي اللاذقية الحدود التركية الجيش في بعض مناطق بدأ يصل إلى مشارف الحدود وعلى مسافات قريبة من الحدود، وبالتالي الجيش يحقق إنجازات على الأرض، وهذه وقائع الميدان التي ستفرض نفسها وستجعل الأمريكي كما هرول سابقا. والجميع تذكر أنه عندما خرج الأمريكي الروسي في يوم من الأيام بأنهما غير متفقين خلال أيام قليلة، كيري هو الذي طلب لقاء مع لافروف، وهو الذي سرع في لقاءات متتالية حتى وصل إلى الحديث عن جنيف 2 وعن اتفاقات بين وضعت على طاولة اللقاء الثنائي بين الرئيسين في مؤتمر دول السنة. كانوا يتحدثون عن جنيف 2 أعتقد للمفاوضة على القصير وعلى وضع القصير الآن، يعني صحيح. ما الذي سيتفاوضون عليه كدول عظمى؟ بدون شك من كان يتابع الحديث عن جنيف 2 قبل مع تنظيف القصير ومحيطها يتذكر بأنها كانت من أوراق التفاوض على طاولة الحوار، ولكن عندما قام الجيش بدوره في تنظيف هذه بشكل جيد وقطع الإمداد بالكامل، وطبعا التحول النوعي هو في قطع الإمداد وقطع الشمال عن الجنوب، وهي يعني بالمناسبة لها تداعيات عسكرية وأمنية وحتى سياسية كبيرة، أظن بهذا أسقط بيد الأمريكي وجعله يؤخر الحديث عن جنيف 2 وعن ليس الحديث عن جنيف 2، عن تحديد موعد نهائي لجنيف 2. هناك اليوم حديث عن جنيف 2 وهناك اتفاق على أغلب مفاصله، ولكن تركوا بعض النقاط الغامضة وهي متعلقة بالهيئة الحاكمة ومسؤولياتها، هل هي مسؤوليات تنفيذية كاملة أم مسؤوليات كاملة بالمطلق وتترك مفتوحة من ناحية، وتركوا الحديث عن التاريخ حتى يحاولوا تحقيق انتصار في مكان ما ليكون يعني من أدوات التفاوض على طاولة الحوار. دكتور علي، يعني أعلم أنك لست خبيرا في الشؤون العسكرية، لكن إلى أي مدى يمكن تحقيق هذا التوازن الذي يتحدثون عليه ما بين قوة الجيش العربي السوري من جهة وما بين الإرهابيين من جهة أخرى؟ التحليل لا يحتاج إلى خبرات عسكرية عالية بكل الأحوال. أنا قلت أنه فقط لاستمرار الاشتباك ولاستمرار يعني التخريب الممنهج ولجعل هذه المجموعات مسلحة، وأنا بالمناسبة أتمنى أن يكونوا يسمعون هذا الكلام. هم أدوات، هم عيدان الثقاب التي تشعل، هم الحطب الذي يقعد، هم يذهبون يعني مجانا دون مقابل في معركة الأمريكي والأوروبي لتفكيك سوريا، وبالتالي أقول لن يتحقق التوازن المطلوب، سيذهبون إلى استمرار التدمير الممنهج ليس أكثر. تكلموا أنا بالمناسبة يعني كما قلت لست خبير عسكري، تكلموا عن صواريخ مضادة للدروع وقالوا أن هناك 50 صاروخ سيصل. لو فرضنا أن هناك 50 صاروخ وصل، الجيش السوري لديه أكثر من 2000، ولو فرضنا أن كل صاروخ أصاب دبابة فلن يتغير شيء بواقع الميدان. هناك تفاصيل كثيرة لا ندخل بها. 50 صاروخ ولو ليس الموضوع هناك خسائر بشرية سوف تكون. صحيح. لذلك أنا قلت تدمير ممنهج، ولكن ليس تحولا نوعيا في على ساحة ميدان، أي أنه ليس هناك من إمكانية، وهذه رسالة للجميع من يؤمن بأن السلاح سيحسم، ليس هناك من إمكانية لإحداث التوازن المطلوب، هناك إمكانية للمحافظة على بعض المناطق في المرحلة الأولى، لأن الجيش يعني لديه حسابات كثيرة قبل خوض معارك في بعض المناطق ومتعلقة بالربح والخسارة وبالمدنيين تحديدا، لديه على افتعال محاولات اختراق في منطقة للدعم المعنوي والنفس للمجموعات المسلحة بأن يقول بأنه حصل يعني حرر منطقة أو وصل إلى منطقة أو غيره. اليوم بنحكي عن مطار، بنحكي عن كتيبة، بنحكي عن موقع، بنحكي عن قرية، يستطيع أن يقوم بأدوار عنف متنقل عبر التفجيرات والاغتيالات، هذا كله ممكن يستمر في اليوم، ولكن أن يصل إلى التحول النوعي الذي كان يحلم به في يوم من الأيام، أن يؤمن قاعدة انطلاق لتشكل بني غازي سوريا أو منطقة يستطيع أن يعتبرها تحت سيطرته بالمطلق، فهذا لا.
أن يحصل، لا يمكن، لا بما تقدمه أمريكا ولا بما قدمته سابقا. كل الدول الغربية والسعودية وقطر والخليجية. وبالمناسبة أقول أن جزء من الحديث عن التمويل هو فقط، قلته سابقا، هو فقط لتغطية فاتورة سددت سابقا، ولكن الأمريكي يريد أن يقدم بها كشفا للجهات الرقابية التي تراقب صرف الأموال. لذلك هو صرف أموال ليس لديه فواتير، يريد أن يقدم هذه الفواتير اليوم بأن بعد الإعلان وبعد موافقة الجهات صاحبة المسؤولية في دعم المجموعات المسلحة بالسلاح. نعم دكتور علي، يعني لا يمكن ختام هذا الحوار إلا بالتطرق إلى ملف وزارة المصالحة الوطنية، أين وصل وإن سمحتم باختصار شديد؟ باختصار شديد أقول أن المصالحة الوطنية هو الهدف النهائي للمشروع السياسي لحل الأزمة السورية، وهو ليس مشروع، يعني ليس ملفا فنيا ننجز منه سببا معينة. ولكن عند الحديث عن الملفات التفصيلية وخصوصا تحت عنوان المصالحة الاجتماعية، أستطيع أن أقول أن الوزارة قطعت شوطا يعتبر مقبولا بالنسبة لما كان سابقا، معالجة ملفات الموقوفين والمعتقلين، ملفات المخطوفين، ملفات حملة السلاح وتسوية الأوضاع. وأقول بأن الآن للوزارة دور مهم جدا في تسوية أوضاع عدد كبير من الذين يرغبون بتسوية، وأبواب الوزارة مفتوحة، وهناك عدد ليس بالقليل يعتبر الوزارة كجهة مدنية بالنسبة له يعني مريحة نفسيا أكثر من أي جهة أخرى، فيعتبرها حضنا له للبدء بإجراء تسوية وضعه، والوزارة تفتح هذه الأبواب. بالمقابل بكل الملفات التي هي متشابكة بين الوزارة وباقي الوزارات، كملف الإغاثة وإعادة مهجرين مع الهلال الأحمر ومع الإدارة المحلية وشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب الأمن ووزارة الداخلية وحتى وزارة العدل، هناك اليوم أنا سميتها منذ فترة أن مسارات أصبحت مفتوحة بشكل أسلس بكثير مما كان سابقا، وبدأت تنجز على الأرض جيدا. ولو زادنا للمجلس لقلت بأن الوزارة وزارة أساسية ومهمة جدا في يعني المساهمة مع الفريق الحكومي في وضع الرؤية الواضحة للخطوات التنفيذية لمشروع الحل السياسي في وما يحصل على الأرض. أطلنا عليك دكتور علي، يعني بدك توعدنا بحوار خاص عن ملف الوزارة. كل الشكر لك دكتور علي حيدر وزير المصالحة الوطنية، شكرا لك على كل هذه المعلومات التي قدمتها في هذا الحوار، والشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام. بعد قليل ستكونون مع برنامج أحداث اليوم والزميل نضال زغبور، وكل الشكر والتحية مني ومن فريق العمل. دمتم بألف